السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خدنا مع بعض 3 دروس يا ولاد، اتكلمنا فيهم عن الطاقة والوقود ومصادر الطاقة المختلفة. هنتكلم النهاردة عن انواع الوقود، وهنلاقي ان احنا عندنا 2 نوعين من الوقود، وقود متجدد ووقود غير متجدد. وقود متجدد من اسمه متجدد، يعني بيجدد نفسه، كل ما بيلاقي نفسه قرب يخلص بيتجدد من الاول وجديد. واهم مصدر عندنا للوقود المتجدد هو الشمس. الشمس يا ولاد، حد كده لقينا في يوم بيقولوا الشمس تعبانه مش هتظهر النهارده؟ حتى واليوم كان ساقعه زي الايام اللي احنا فيها دي، الشمس بتظهر لوقت بسيط وبتختفي تاني. يبقى اهم مصدر للوقود المتجدد ايه؟ كانكم فاكرينه ان هو الشمس. الشمس بتظهر كل يوم. يبقى الوقود المتجدد هو الوقود الذي لا ينفذ، يعني ما بينتهيش بكثره استخدامه. كمان الوقود ده موجود في كل دول العالم، الشمس موجودة في كل دول العالم، المية موجودة في كل دول العالم، الرياح موجودة في كل دول العالم. كمان مميزات الوقود المتجدد ان هو نظيف لا يلوث البيئة. الوقود المتجدد ده الوقود الذي لا ينتهي ولا ينفذ بكثرة استخدامه. يوجد بكل دول العالم، نظيف لا يلوث البيئة أو صديق للبيئة. أمثلة الوقود المتجدد الشمس والرياح والماء. عكس الوقود المتجدد، وقود غير متجدد، يعني لما نستعمله لو احنا ما خدناش بالنا هيخلص مننا بسرعة، ولما يخلص مش هيتجدد تاني، مش هيبقى فيه منه تاني. يبقى الوقود الغير متجدد هو الوقود الذي ينفذ، يعني ينتهي بكثرة استخدامه. الوقود الذي ينتهي بكثرة استخدامه، هنلاقي ان هو مش موجود في كل دول العالم. كمان الوقود الغير متجدد من عيوبه ان هو ملوث للبيئة. يبقى الوقود الغير متجدد توقود بينفذ، يعني بينتهي بكثرة الاستخدام، يوجد بكميات مختلفة في دول العالم، ملوث للبيئة يعني غير صديق للبيئة. ايه امثلة الوقود الغير متجدد اللي عندنا؟ الفحم والنفط والغاز. الفحم والنفط والغاز. تعالوا نشوف مع بعض بالتفصيل اول مثال للوقود الغير متجدد وهو النفط. النفط يا ولاد، قلنا المرة اللي فاتت النفط هو البترول. ازاي البترول ده بيتكون؟ احنا قلنا ان النفط ده مصدر من مصادر الطاقة الغير متجددة ويستخرج من باطن الارض. النفط يجي يقول لي اكمل او اختر. النفط مصدر من مصادر الطاقة نقط، هقول له من مصادر الطاقة غير المتجددة. يستخرج النفط من نقط، هقول له يستخرج النفط من باطن الارض. طب ازاي النفط او البترول ده بيتكون يا ولاد؟ بيقول لي بيكون عندنا كائنات بحرية. بحرية يعني بتعيش في المية. الكائنات دي دقيقة يعني صغيرة الحجم. الكائنات دي وقعت وتراكمت عليها الصخور، يعني الصخور بقت فوقها، بقى عليها كميات كبيرة من الصخور. زيادة الضغط على الكائنات الدقيقة دي أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة، مع ارتفاع درجة الحرارة والضغط أدى إلى تكوين البترول. يبقى البترول اللي هو النفط بيتكون من إيه؟ تحلل كائنات بحرية دقيقة. إزاي؟ هنقول إن هي تراكمت عليها، يعني بقى عليها كميات كبيرة من الصخور. الصخور دي أدت إلى زيادة الضغط وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى تكون النفط. النفط هو البترول، يوجد في باطن الأرض من مصادر الطاقة الغير متجددة، يتكون من تحلل كائنات بحرية دقيقة. ليه؟ نتيجة لتراكم الصخور عليها، مما أدى لارتفاع درجة الحرارة والضغط. يبقى تكون النفط من الكائنات الدقيقة نتيجة إيه؟ ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة. على عكس النفط عندنا الماء من مصادر الطاقة المتجددة. المية موجودة حوالينا كلنا، مفيش بيت ولا في دولة ولا في مكان اسمه خالي من المية. ليه؟ لأن الماء هو سر الحياة، فهنلاقي أن المية من مصادر الطاقة المتجددة. طيب علشان نحافظ على المية وما تخلصش، المفروض نعمل ايه؟ نرشد استهلاك المية، يعني نحافظ على المية، ما نفضلش فاتحين الحنفيات لمدة طويلة. تاني حاجة استخدام طرق الري الحديث. طرق الري الحديث يا ولاد زي الرش والتنقيط. يبقى ازاي نحافظ على المية؟ هقول له ترشيد استهلاك المياه، استخدام طرق الري الحديث، الاستفادة من مياه الأمطار، زراعة نباتات تتحمل الجفاف.
ازاي احافظ على المية؟ هقوله نرشد استهلاك المياه، استخدام طرق الري الحديثة، الاستفادة من مياه الامطار، زراعة نباتات تتحمل الجفاف، يعني نباتات ما تكونش محتاجة لكميات كبيرة من المية. طب يا أولاد، كنا اتكلمنا برضو مع بعض عن الوقود الحفري، وقلنا ان الوقود الحفري ده من المصادر الطاقة الغير متجددة، وده بينتج من تحلل بقايا النباتات والحيوانات المدفونة تحت الأرض منذ ملايين السنين. وقلنا ان احنا عندنا من أمثلة الوقود الحفري الفحم والغاز والنفط، مكونه من بقايا النباتات والحيوانات برضو بفعل الحرارة والضغط. طب ايه اهمية الوقود الحفري؟ معنى ان احنا اهتمينا بان احنا ندرس حاجة وندرس خصائصها ان احنا هنستعملها. هنستعمل الوقود الحفري في توليد الكهرباء. ازاي؟ هنلاقي يا ولاد ان الوقود الحفري سواء كان نفط او غاز او فحم نقدر ان احنا نستعملهم لانتاج الطاقة الحرارية. الفحم بنستعمله في التدفئة، يعني بينتج عنه حرارة، الحرارة دي هنستعملها في تسخين المية. لما المية بتبدأ ان هي تغلي بينتج عنها بخار، البخار ده بيستعمل في تحريك توربينات الكهرباء، التوربينات دي هي اللي بتقوم بتوليد الكهرباء. يبقى ازاي استعملنا الوقود الحفري في توليد الكهرباء؟ هقول له الوقود الحفري هستعمله في انتاج طاقة حرارية، الطاقة الحرارية الناتجة دي هستعملها في تسخين المياه، بينتج عن تسخين المياه بخار الايه؟ الماء. هنستعمل بخار الماء ده في تحريك التوربينات، التوربينات دي هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتولد لي الكهرباء. وبكده يا ولاد تكون توربينات الكهرباء حول طاقة الحركية الى طاقة كهربية. طب ازاي نقدر نحافظ على الكهرباء؟ اول حاجة استعمال الاجهزة الموفرة للكهرباء، تاني حاجة تقليل استخدام اجهزة التكييف، التكييف بيستعمل كهرباء كتير فطالما ما احناش محتاجينه نطفيه، ممكن ان احنا نستغنى عنه بلاش نركبه، يبقى تقليل استخدام اجهزة التكييف، استخدام اجهزة كهربية موفرة للطاقة، استخدام المصابيح الكهربية الموفرة. يعني يا ولاد نحاول ان احنا نقلل من استخدام الكهرباء علشان نستفيد بيها قدر الامكان. يبقى ازاي نحافظ على الطاقة الكهربية؟ استخدام اجهزة كهربية موفرة للطاقة، استخدام المصابيح الكهربية الموفرة، تقليل استخدام اجهزة التكييف. طيب كل حاجة بنستعملها زي ما بيكون لها ميزات بيكون لها عيوب، ايه هي عيوب استعمال الوقود الحفري في توليد الطاقة؟ قلنا الوقود الحفري زي الفحم زي الغاز زي النفط، لو احنا يا ولاد ايدين فحم بينتج عنه ايه؟ دخان. الدخان ده بيكون ملوث للهواء ولا لأ؟ بيكون ملوث للهواء، يبقى من عيوب الوقود الحفري ان هو بيلوث الهواء، بيلوث الهواء بسبب الغازات الناتجة عن احتراقه. شفت الدخان اللي بيكون طالع ده؟ بيكون الدخان ده بيطلع للسماء، بيكون فيه حمض اسمه حمض الكربونيك، حمض الكربونيك. يبقى تلوث الهواء بسبب الغازات الناتجة من احتراق الوقود الحفري، الدخان اللي بيطلع منها بيكون فيها حمض الكربونيك. الأدخنة دي أولاد بتطلع للسماء مع الوقت بتكون غيوم، الغيوم دي بتنزل مطرة، المطرة دي بتكون ملوثة وبتؤدي إلى موت الأشجار والأسماك وتلوث التربة. يبقى أول عيوب استعمال الوقود الحفري تلوث الهواء بسبب الغازات الناتجة عن احتراقها، وبتكون حمض الكربونيك والأمطار الحامضية، الأمطار الحامضية دي بتؤدي إلى موت الأشجار والأسماك أسماك وموت التربة. كمان يا ولاد تاني حاجة من عيوب الوقود الحفري ان هو غير آمن. ليه؟ لانه قابل للاشتعال وينتج عنه كوارث. لو فيه شوية غاز شوية بنزين، البنزين ده من مكونات النفط، وقربنا منهم عود كبريت من غير ما ناخد بالنا هيحدث اشتعال. يبقى من عيوب الوقود الحفري غير آمن لأنه قابل للاشتعال وينتج عنه كوارث. تاني حاجة يلوث الهواء بسبب الغازات الناتجة عنه. طيب ايه الحمض اللي بيكون في الهواء او الغازات الناتجة؟ حمض الكربونيك. طيب حمض الكربونيك ده او الدخان الناتج من الوقود الحفري لما بيطلع للسماء بيكون لي امطار ايه؟ امطار حامضية. يبقى الامطار اللي بتنتج من
الوقود الحفري أمطار حامضية بتؤدي إلى تلوث التربة وموت الأسماك وموت الأشجار اللي بينزل عليها الأمطار دي. تالت ضرر يا ولاد من أضرار الوقود الحفري إن هو بيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، ومعنى إن درجة حرارة الأرض ارتفعت فده بيؤدي إلى ذوبان الجليد وارتفاع مستوى مياه البحار، معنى إن مستوى مياه البحر ارتفع ده بيؤدي إلى غرق المدن القريبة من البحار. يبقى الوقود الحفري بيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤدي إلى ذوبان الجليد وارتفاع مستوى مياه البحار، وطبعا ده غلط لأنه بيؤدي ارتفاع مستوى البحر بيؤدي إلى غرق المدن المحيطة بيه. كمان يا ولاد زيادة درجة حرارة الأرض بيؤدي إلى زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون، ومعنى إن غاز ثاني أكسيد الكربون زاد ده بيؤدي إلى اختناق الكائنات الحية وحدوث ظاهرة الاحتباس الحراري، ومعنى كده إن الأرض ما تقدرش تتخلص من الحرارة الزائدة اللي فيها، فنلاقي بيحدث كثير من الظواهر زي الزلازل والبراكين والثورات البركانية اختناق الكائنات الحية وقلة نسبة غاز الأكسجين، وبكده نكون بنهدد الأرض وبنهدد الكائنات الحية. يبقى زيادة درجة حرارة الأرض بيؤدي إلى زيادة غاز إيه؟ يديك الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. هقوله زيادة درجة حرارة الأرض يؤدي إلى زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون، وبيؤدي إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري، وارتفاع درجة حرارة الأرض بيؤدي إلى ذوبان الجليد وارتفاع مستوى مياه البحار. دي تكون هي أضرار الوقود الحفري. طب إزاي أقدر أحافظ على الوقود الحفري؟ كله إن أنا السيارات بتستعمل بنزين، البنزين من مكونات النفط، طب أنا عاوزة أقلل استعمال النفط وحافظ عليه لأنه من مصادر الطاقة الغير متجددة، فاستعمل دراجات بدلا من السيارات، دراجات بدلا من السيارات. الحفاظ على الوقود الحفري إزاي؟ استعمال الدراجات بدلا من السيارات. تاني حاجة استعمال الأجهزة الموفرة للطاقة. ليه؟ علشان أنا بستعمل الوقود الحفري في توليد الإيه؟ الكهرباء. تالت حاجة يا ولاد استعمال مصادر طاقة بديلة مثل الشمس والرياح. ليه هستعمل الشمس والرياح وما استعملش الوقود الحفري؟ هقوله لأن الشمس والرياح من مصادر الطاقة النظيفة المتجددة التي لا تلوث البيئة، بينما الوقود الحفري من مصادر الطاقة الغير متجددة الملوثة للبيئة. يبقى ازاي احافظ على الوقود الحفري؟ استخدام الدراجات بدلا من السيارات، استعمال أجهزة كهربائية موفرة للكهرباء، استخدام مصادر طاقة بديلة مثل الشمس والرياح. بعد العيوب اللي بنشوفها لمصادر الطاقة الغير متجددة والوقود الحفري، نقول ان احنا دايما نحاول استعمال المصادر المتجددة. ليه نستعمل المصادر المتجددة؟ لانها لا تنفذ باستخدامها، متجددة اي لا تنفذ باستخدامها، لا تحتاج الى تكاليف عالية لاستخراج الطاقة منها، صديقة للبيئة اي لا تلوث البيئة ولا ترفع درجة حرارة الارض. أهمية المصادر المتجددة: صديقة للبيئة لا تلوث البيئة ولا ترفع درجة حرارة الأرض، متجددة لا تنفذ باستخدامها، لا تحتاج إلى تكاليف عالية. كده يا ولاد نكون خلصنا الوقود المتجدد والوقود الغير متجدد. أتمنى أكون قدرت إن أنا أبسط لكم المعلومات وأكون فدتكم. لو عجبكم الشرح يا سنة رابعة ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تشوفوا بقية الدروس وتعملوا لايك للفيديو، وبالتوفيق يا سنة رابعة.